من نيويورك إلى الرياض لمتابعة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودية عادل جبير والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 2254 كما بحثنا الأوضاع في اليمن وبحثنا الأوضاع في ليبيا وبحثنا تدخلات إيران السلبية في شؤون دول المنطقة، بحثنا موضوع الروهينجا وكيف نستطيع نقدم الدعم اللازم لهم، وأيضا بحثنا بشكل عام علاقة المملكة مع الأمم المتحدة وكيف نستطيع أن نعززها في مجالات كبيرة. بحثنا موضوع الأنروا ودعم اللي قدمته المملكة مؤخرا اللي أعلن عن سيدي خادم الحرمين الشريفين خلال القمة العربية، تبرع إضافي $50 مليون لهذه المنظمة التي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين وبالذات الطلبة. وبشكل عام كان في تطابق في الرؤى، كان فيها ود، كانت إيجابية الأمور جدا. نحن نحترم الأمم المتحدة، نولي اهتمام كبير لعلاقاتنا مع الأمم المتحدة، تاريخنا وتعاوننا مع الأمم المتحدة وتعاون الأمم المتحدة معنا في المملكة كان ساهمت في تعزيز التنمية في بلادنا وساهمت في تحسين التعليم والطب وغيره من المواضيع في المملكة العربية السعودية. فمرة أخرى معالي الأمين العام أشكركم على هذه الزيارة وعلى هذا الاجتماع البناء وأرحب بكم في المملكة العربية السعودية. Ladies and gentlemen from the press, thank you very much for your presence. الصحافة مرحبا بكم وأشكركم جزيلا على حضوركم. هذه الزيارة كانت بوضوح تتمحور كما قال معالي وزير الخارجية في افتتاحته، أيضا افتتحت في بداية مركز مكافحة الإرهاب. ومن المهم أن نقول أن مركز مكافحة الإرهاب لن يكون فاعلا بدون ولن يكون على الحال الذي هو عليه بدون الدعم الكريم من المملكة العربية السعودية، وهو ما سمح للمركز أن يكون مؤسسة ذات قيمة كبيرة عالميا. وهذا يبرر أن هنالك ممثلين من دول عديدة من العالم وبالأخص من الخمس دول الأعضاء من مجلس الأمن، وجودهم اليوم هنا في الرياض هو عنوان لنجاح هذا المركز. إن هذا المركز هدفه هو دعم الدول الأعضاء في تطوير كفاءاتهم وقدراتهم على مكافحة الإرهاب وعلى مواجهة البروباغندا الخاصة بالإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف. والمركز لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه من الوصول العالمي بدون الدعم والمساهمة الكريمة للغاية من جانب السعودي من جانب المملكة العربية السعودية، والتي قدمت الركن الأساسي من أعمال المركز، ونحن ممتنون جدا لذلك. أنا والأمم المتحدة ممتنون للغاية للنوعين من الإسهامين قدمتهما المملكة العربية السعودية في الماضي القريب. أولا كانت هنالك إسهامات بنصف مليار دولار لخطط المساعدات الإنسانية في اليمن، وأيضا ليقابلها قدر معادل من الإمارات العربية المتحدة وكذلك من الكويت، ويسمح ذلك لنا بلعب أو بامتلاك قدرات فاعلة أكثر لمواجهة وتلبية احتياجات الشعب اليمني في الظروف الصعبة التي يمرون بها وتعرفونها. والإسهام الثاني هو $50 مليون أعلن عنها $150 مليون التي أعلن عنها للأونروا، وأنتم كما تعرفون أن الأونروا عانت من تخفيض في الإسهامات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وواجهت عجزا كبيرا في التمويل لم يسمح لها بتلبية الاحتياجات الأساسية الكبيرة للاجئين الفلسطينيين والمدارس لكي تبقى أبوابها مفتوحة والمستشفيات لتبقى عاملة ولدعم الأسر التي تعاني من الأزمات والاستجابة لطوارئ الشعب الفلسطيني ولدول أخرى مثل سوريا وغزة وقد تأثرت كثيرا.
بفضل هذه التبرعات الكريمة يمكننا الآن أن ننظر بتفاؤل أكبر إلى إمكانيات سد الفجوات الخاصة بالتمويل للأونروا، وآمل أن تساهم دول أخرى من المجتمع الدولي أن تقوم بما قامت به المملكة العربية السعودية لنضمن أن تمتلك الأونروا التمويل اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، وفي ذات الوقت يقدم ذلك إسهاما كبيرا لاستقرار وأمن المنطقة. دعونا ألا ننسى لا ننسى أن اللاجئين الفلسطينيين أعدادهم كبيرة ليس فقط في الضفة الغربية وغزة، ولكن في لبنان والأردن وسوريا حتى. ولذلك فإن العمل الذي تقوم به الأونروا هو حيوي جدا لسلامتهم ورفاههم وأيضا لاستقرار المنطقة. كما أنني أود أن أعبر عن امتناني للنقاشات المتميزة التي حظيت بها فيما يتعلق بالحلول السياسية. نرى الكثير من الصراعات ونرى الكثير من الأمور المتأزمة ونحتاج إلى حل سياسي. لا يوجد أبدا حل عسكري نهائي لهذه الأمور. نحتاج إلى حل سياسي، وجرينا نقاشات جيدة جدا فيما يتعلق بالحلول السياسية لتمكين الحلول السياسية في اليمن وفي سوريا، حيث من الحيوية بعد كل ما حدث مؤخرا أن نقوم بإعادة إحياء نقاشات جنيفا والمفاوضات، وأن نربط ذلك بقرار مجلس الأمن 2254 والذي يقدم مستقبلا للسوريين يمكنهم فيه أن يحددوا مستقبلهم الخاص. وفي ذات الوقت هنالك جوانب أخرى تعاوننا عن كثب فيها لإنهاء الصراعات في مناطق مختلفة. وأحد الأولويات مثلا ليبيا، حيث نعمل بنشاط كبير لنرى إذا ما كان بإمكاننا الوصول إلى تسوية تسمح للليبيين بإيجاد طريق للمستقبل كذلك. كما أننا ناقشنا كل المشكلات الأخرى في المنطقة، وكان هنالك التزام قوي جدا لتلبية لإيجاد حل للدولتين، ولا يوجد خطة باء بديلة لها. نحتاج حلا هو حل الدولتين للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، ونحتاج إلى أن نتأكد أن الظروف يتم إيجادها ليحظى الفلسطينيون بحقهم في الدولة التي نعترف بها، كما أننا نعترف بحق الإسرائيليين بوجود دولة لهم في المنطقة، ليتعايش الشعبان معا في أمن و سلام باعتراف متبادل. أنا ممتن جدا للنقاشات المتميزة التي أتيحت لي، وأود أن أقول أن التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في العديد من المشكلات الإقليمية وفي العديد من المسائل العالمية التي نواجهها معا، هذا التعاون يعتبر اليوم مبدأ أساسيا وركن أساسيا من عملنا. وهذه الزيارة كانت مفيدة للغاية لتطوير أعمالنا معا. أي أسئلة؟ Margarita? Hi, I'm Margarita from the Wall Street Journal. This is a question for Mr. Joubert. We reported today that the U.S. is seeking to assemble a force of Arab troops to replace some of the U.S. military presence بعض الوجود العسكري للولايات المتحدة في سوريا للمساعدة على استقرار الدولة، وهم يطلبون كذلك مساهمات مالية من دول الخليج بما في ذلك السعودية. ما هو رأي السعودية في الخطة، وما هي نوعية المساعدات المالية أو العسكرية التي قد تفكرون فيها؟ نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بأزمة إرسال القوات إلى سوريا، وقدمنا مقترحا إلى إدارة أوباما أنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات فإن السعودية ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف. ولذلك فالفكرة ليست فكرة جديدة لدينا كذلك، فقط قدمنا كذلك مقترحات لبعض أعضاء من دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الماضية تحت إدارة أوباما، وأجرينا كذلك نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك، لكن إدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح. إذن هذه الأفكار ليست أول مقترحات ليست جديدة. فيما يتعلق بالمساهمات المالية فإن السعودية كانت دائما محافظة على حصتها من المسؤولية والعبء، وعندما نعود إلى
التسعينات فإن المملكة العربية السعودية كانت شريكا كاملا مع الولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت، والمملكة العربية السعودية كذلك لعبت دورا مهما في غيرها من المهام الأخرى مثل حظر الطيران في بعض المناطق في العراق. وسوف نواصل تحمل الاطلاع بمهامنا. وفيما يتعلق بما يجري الآن فهنالك نقاشات فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن تتواجد في شرق سوريا، ومن أين ستأتي هذه القوة، وهذه النقاشات هي قيد النقاش الآن وما زلنا نناقشها. أحمد العمران، Financial Times. My question to the Secretary General: the relationship between Saudi Arabia and the UN has seen quite a bit of tension. والولايات والأمم المتحدة والولايات المتحدة ربما تعلق أن هناك بعض التوترات في الأوقات الأخيرة. وكما قلت وقد مدحت التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية الآن، كيف تصف العلاقة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة الآن، وكيف تعملان معا عن كثب لتقديم المساعدات في اليمن؟ في الحقيقة أنا لم ألاحظ أي توتر في العلاقات بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، كان حوارنا دائما بناء ومنفتحا. فيما يتعلق بالموقف بخصوص المساعدات في اليمن، هنالك تحسن كبير بهذا الصدد مع خطة عمل شاملة للمساعدات الإنسانية وضعت تضمن نجاح إمكانية الوصول إلى اليمن. ما زال أمامنا رحلة طويلة لنخوضها فيما يتعلق بتقديم المزيد من المساعدات اليمن، لكن كان هنالك تعاون إيجابي جدا في تأسيس خطة العمل هذه. والآن هنالك إسهامات كبيرة لخطة الاستجابة الإنسانية، وأعتقد أننا نسجل تحسنا هاما. وفيما يتعلق بال تبعات الحروب دائما تكون فظيعة، لذلك الحلول لا تكون سياسية فقط إنسانية فقط، ولكن الحلول تكون سياسية. ولذلك المملكة العربية السعودية ندعوها لاستكشاف كل هذه الخيارات لوضع حل لهذه الأزمة. معالي الوزير الجبير، هل هناك منستر الجبير is there any political or military solution for Yemen in the near future؟ مع الأمين العام للأمم المتحدة. شكرا. الحل السياسي في اليمن يعود للطرف الآخر، يعود للحوثي الإنقلابيين الذي استولوا على السلطة بشكل غير شرعي وغير نظامي، وحاولوا يحولوا اليمن إلى قاعدة للإيرانيين، وحاولوا أنهم يخلقوا وضع يسكر خطر على أمن المملكة. والمملكة استجابت مع دول التحالف لطلب الحكومة الشرعية بالدعم، وهذا اللي ما جعل الحرب تبدأ في اليمن. هذه ما كانت حرب كانت المملكة تريدها، هذه حرب كانت مفروضة على المملكة. المملكة ساهمت في خلق مرحلة انتقالية من الرئيس الأسبق عبد الله صالح إلى حكومة جديدة، كان الرئيس عبد الله منصور هادي يقود هذه المرحلة الانتقالية. اليمنيين أنشأوا الحوار الوطني اليمني اللي كان يشمل شخصيات من جميع الفئات والمناطق اليمنية، بحثوا مستقبل اليمن، اتفقوا على رؤية موحدة تجاه اليمن. وعندما بدوا يكتبوا الدستور تحركوا الحوثيين من صعدة، احتلوا عمران، احتلوا صنعاء، سووا انقلاب على الحكومة. الآن صارت ميليشيا إرهابية تابعة لإيران وحزب الله استولت على بلد، واستولت على طيران حربي، واستولت على صواريخ باليستية، وهذا وضع غير مقبول. ثم استمروا وطاردوا الرئيس هادي إلى تعز وإلى عدن، وأحاطوا بالقصر الرئاسي في عدن، وطلب الدعم، وتقدمت المملكة ودول التحالف في هذا الدعم. وكنا دائما نقول أن الحل في اليمن حل سياسي، وأن الحل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216. صار في مفاوضات بين الأطراف اليمنية في الكويت استغرقت أكثر من 100 يوم، وصلوا إلى اتفاق لكن الحوثيين لم يطبقوا هذا الاتفاق. صار في مباحثات وصار في بعض التعديلات لهذه الاتفاقية، وافقوا الحوثيين ولكن لم يطبقوا الحوثيين. اللجنة الرباعية طلعت بمقترحات في
ديسمبر 2016 ووافقوا عليها، وعلى أساس أنه كل الطرفين الحكومة والإنقلابيين يرسلون مجموعات إلى الأردن من أجل التدريب في مكتب الأمم المتحدة هناك، ثم يعودوا إلى مركز في مدينة ظهران الجنوب. ما أرسلوا أحد للأردن وأطلقوا صاروخ على المركز اللي في ظهران الجنوب. فالحل اللي يعني سبب عدم الوصول للحل هو تعند وتصلب الموقف الحوثي بسبب نعتقد دعم من إيران. الآن الوضع الأمني الوضع العسكري أفضل بالنسبة للحكومة الشرعية، الآن الوضع السياسي بالنسبة للحوثي هم معزولين، بالذات بعد ما قتلوا الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح الذي كان حليف لهم، هذا جعل الرأي العام في اليمن ينقلب عليهم. الأحزاب السياسية الآن بدأت تتخلى عنهم، فيواجهون ضغوط كثيرة، وأنا نأمل أنهم يستجيبوا لطلبات المجتمع الدولي وأن يطبقوا ما تم الاتفاق عليه. الحوثيين يطلقوا صواريخ باليستية على المملكة، 119 صاروخ إيرانية الصنع وإيرانية المنشأ. الحوثيين يستخدموا الأطفال 9 سنين وعشر سنين و11 سنة كجنود بانتهاك صارخ للقوانين الدولية. الحوثيين يزرعون ألغام في مناطق مدنية مما يؤدي إلى قتل وجرح الأبرياء. الحوثيين يحاصرون مدن وقرى ويمنعون المساعدات الإنسانية من أن تدخل هذه المدن والقرى مما يؤدي إلى المجاعة، هم مسؤولين عنها. الحوثيين يهبون المساعدات الإنسانية ويبيعوها أساس يمولون آلة الحرب الذي لديهم. والحوثيين يستخدمون زوارق انتحارية أساس يشكلون خطر على الملاحة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وهذا أيضا مخالف للقوانين الدولية. فكل الأشياء اللي الأعمال اللي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن تعتبر إرهاب وتعتبر مخالف للقوانين الدولية. لكن الحكومة الشرعية موقفها أنه حل على أساس المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني اليمن، وقرار مجلس الأمن 2216، وهذا ما بلغ به المبعوث الأممي الأسبق والمبعوث الأممي الحالي، وهذا هو موقف دول التحالف أيضا. فالسؤال هو لماذا تصلب الحوثيين في موقفهم وتعندهم في موقفهم، والسؤال أنه إذا كانت مصلحة اليمن ما يريدونها فعليهم أن يستجيبوا لإرادة الشعب اليمني الذي يرفض الانقلاب، والذي يرفض أن يكون أداة في يد إيران، والذي يرفض أن يكون محتل من ميليشيا تابعة لإيران. We'll take one more question. سؤالي لسعادة العميد. سعادة العميد، كيف ستستفيد الأمم المتحدة من تجربة المملكة في احتواء أطفال مجندين من قبل ميليشيات الحوثية؟ Used by the militias of al-Houthi in wars. بالأمس أتيحت لي الفرصة لنعرف في المركز أنه تم إنشاء مركز وهدفه هو إعادة تعليم وتثقيف الأطفال الذين استخدمتهم وجندتهم الميليشيات كجنود في الصراعات، وهو بالطبع خرق للقوانين الدولية بشكل واضح، وإتاحة الفرص أمامهم ليحصلوا على تعليم جيد ومهارات جيدة وليندمجوا بشكل جيد في المجتمع. وأعتقد أن هذه تجربة هامة جدا وتتماشى بوضوح مع ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بجهودنا لمواجهة التطرف، ونريد أن نوفر بيئة وظروفا للشباب ليروا المشكلات وهي تحل، وليروا أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية يتم حلها. ولهؤلاء الذين تعرضوا لهذا النوع من العنف وأجبروا على أن يحولوا أبنائهم إلى أو أطفالهم إلى جنود، أن يتم إعادة دمجهم في المجتمع وإعادة تأهيلهم. هذه التجربة ملهمة جدا، وآمل أن يتم تكرارها في سيناريوهات وظروف مختلفة حول العالم، وبنفس المبدأ أننا نريد الأطفال أن يعيشوا كأطفال وليسوا كجنود. نور.
Hi, my question. My name is Noor Nagami. مرحبا. اسمي نور نغامي من Arab News. سؤالي لمعالي الأمين العام. في ضوء نقاشاتكم المتميزة التي أجريتها في السعودية، الحل الأساسي الذي حاولتم إيجاده في المنطقة، سؤالي هو ما الذي سيحدث الآن في سوريا وما الذي سيحدث مع الأسد في غضم ما يقوم به مع شعبه؟ هل تحدثتم إلى المعارضة السورية هنا وما هي النقاشات التي أجريتها بهذا الصدد؟ لم نجري لقاءات مع المعارضة السورية، لكن ما أعتقده هو أنه من الضروري جدا إعادة بدء مفاوضات جنيفا وأن يكون هنالك مفاوضات بينية سورية بين ممثل الحكومة وممثل المعارضة. تلعب السعودية دورا كبيرا للجمع بين المعارضة السورية قبل النقاشات والمفاوضات في جنيفا، ونحن نوصي السعودية بالمضي قدما في هذا الصدد، فمن الضروري استعادة هذا الحوار. وكما قلت سابقا، لا يوجد حل عسكري في سوريا، الحل سياسي ويجب أن يتم الحل على يد السوريين، ويحتاج ذلك إلى جميع السوريين ليجدوا حلا لمستقبلهم بدون تدخل وسيطرة أجنبية. يكون السوريون قادرون بأنفسهم على اختيار قادتهم ومستقبلهم. هذا السؤال لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة. أنا آية البتراوي من أسوشيتد بريس. أردت أن أسألك عن الخبير، الخبراء الذين ذهبوا إلى دوما اليوم، هل هؤلاء الخبراء هم أو المحققون، هل تتوقع منهم أن يجدوا أي أدلة لاستخدام أو لهجوم بأسلحة كيماوية أطلق بعد مرور 10 أيام من الهجوم؟ لقد قمنا بكل ما في وسعنا لنتأكد أن خبراء منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية يذهبون إلى دوما في أقرب وقت ممكن، ويمكنكم أن تروا أن ما حدث يتبعه تحقيق مستقل، ونأمل أنهم سيكونون في وضع يسمح لهذه التحقيقات أن تكون فاعلة ومؤثرة. وأنا لست خبيرا في هذه الجوانب، لكننا نعتقد أن عمل خبراء المنظمة، منظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، عمل مهم، وأنه لزام على الحكومة السورية أن توفر لهم كل الظروف التي تتيح لهم العمل بدون قيود من أي نوع. شكرا جزيلا.